كثيرون انتقدوا تعيين إدارة شبيبة القبائل للمدرب كمال موسى على رأس العرضات الفنية مباشرة بعد تقديم الفرنسي دومينيك بيجوطة لاستقالته، لكن خبرة وحنكة التقني القلمي سمحت له بصنع الفارق وتمكن من إعادة الفريق إلى الواجهة من جديد وترقيته إلى مرتبة مريحة نوعا ما مقارنة بما كان عليه الحال في وقت سابق. الشبيبة في آخر مبارتين تمكنت من تحقيق الفوز أمام مولودية الجزائر في الكلاسيكو، ثم بعدها عاد موسى بالفوز من خارج الديار أمام اتحاد الحراش المعروف بتطبيقه لكرة نظيفة ومن الصعب مفاوضته فوق أرضية ميدانه، وبالتالي فإن موسى كسب الرهان ويسعى لإنهاء موسم الشبيبة في مرتبة تليق بسمعة النادي الأكثر تتويجا في الجزائر، ولما لا العودة للمنافسة على الألقاب بداية من الموسم القادم بذكريات موسى بداية الألفية ونيله للقب كأس الكاف الذي يحفظه التاريخ ودونه بأحرف من ذهب.